بصراحة يا حاج اعتدال، أنا مش عارفة أعتذر لك إزاي. أنت عارفة الولاد اليومين دول يعني التفاهم بيبقى صعب معاهم شوية. وأنا مش جاية ألومك ولا عاتبك يا حاجة شريفة. ابني وبنتك يا أختي لو ليهم نصيب في بعض محدش هيقدر يمنعهم. الحمد لله شلتي عني الحرج. خلينا فيك أنت يا حلوة. في أنا؟ ايه عمال لمحلك من المره اللي فاتت ما لقطتهاش؟ لا يا اختي لقطتها وتجاهلتها. جايبالي عريس؟ الله اكبر عليكي، انا قلت برضو ان ذكائك مش هيخونك. اسمعي يا اختي، انا مرات عبد الله مختاري الاولانيه وخطبله الثانيه بايدي ومجوزها له كمان. تصدقي وتأمني بالله؟ لا إله إلا الله. مش عارفة أنت عملتيها إزاي يا أختي. من قدامي أحسن ما يبقى من ورايا. وبيني وبينك كده أنا جاي أخطبك لجوزي. تخطبي مين؟ أخطبك لمين؟ جوزي عبد الله مختار. أنا أتجوز جوازها زي دي؟ وماله يا اختي عبد الله؟ الله اكبر عليه، ايه موسيمه؟ في حد يقول لعبد الله مختار لا؟ وبعدين انا مش عايزه ارد دلوقتي. فكري يا اختي وعقليها كويس وبعد كده يبقى ردي علي. اتفضلي اشربي الشاي. وبعدين كملي انت، هتقطريني بالكلام؟ وشها احمرت زي الطماطمايه وبقتش عارفه تجيب كلمه من الشمال على كلمه من الجنوب على كلمه من الغرب. مش عارفين هي مبسوطه ولا متضايقه. وهي هتتكسف من ايه يعني؟ هي بنت بنوته متقدم لها عريس، يمكن نفسها تعيش تاني يومين يا حبيبتي. انا بستغرب ايه الستات اللي عينيها وسع كده، عينيها بكسه. ودين النبي انا لو منها كنت ضربت اعتدال في دماغها بالطفايه فلقتها اتنين. عشنا وشفنا الوليه رايحه تخطب لجوزها. يا لهوي ماما. فكرك طنط شريفه ممكن توافق؟ ها كل حاجه جايز يا حبيبتي في الزمان ده. على فكره انا جايبه طبق فاضي تحطي فيه الزباله اللي انت عاملاها دي. احنا مش قاعدين في الشارع. لا يا حبيبتي احنا قاعدين في بيتنا، احنا حرين. وبعدين انت جايه تعلميني انجليزي وفرنساوي ولا جايه تعلميني الادب؟ وبعدين انا كنت جايبه الخدم اللي فيه دول ليه؟ معشان يخدموني بفلوسي. الله يا ريته نافع. عموما انا هخرج عشان اشوف الاخبار الجديده وارجع اقولها لكم. يا ريتكم ما تتحركوش من هنا. ماما المسلسل ده بيموتني بالضحك. حمزه ايه؟ احنا هنموت من العياط، المسلسل التركي داخل علينا. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا حبيبتي. انا قلت ان انت عاقله وهتيجي تنوري بيتك تاني حبيبتي يا غالي. انا جايه اخد حاجتي وراجعه على بيت بابا بعد اذن حضرتك. لا براحتك يا حبيبتي، احنا يهمنا ان انت تبقي مرتاح. انت واحده شايله والزعل والقهر ليكي وحش. طب انا هروح الم حاجتي يعني هلو هستناكي في العربيه تمام بعد اذنكم. اتفضلي يا هلا. عاوزه مساعده؟ لا اقعدي انت كملي الحلقه اللي بتضحك وانا هطلع اساعدها. بس هتحكي لي اوعي تفوتك حاجه يا اختي. ما كنتي خليتيكي هنا؟ ده البيت هنا شارح وواسع، على الاقل تجري وتمرحي وتبرطعي. مش كنتيش بتمشي عند بابا؟ غلطانه يا نهال وستين غلطانه. انا برضو اللي غلطانه يا طنط. ايوه لما ما تدافعيش عن جوزك وبيتك وابنك تبقي غلطانه. صعبان عليا نفسي قوي. معقول انا استاهل ان اتخان بالشكل ده؟ استاهل ان انا جوزي يتجوز عليا صاحبه عمري وان يتصدم في اقرب اتنين ليا؟ ثقتي في نفسي اتهزت قوي. لا 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 يا حبيبتي، ده انت ست وست الستات كمان، وما احبكيش ابدا تتكلمي بالطريقه دي. انا عندي خبره، ولو كل الرجاله غلطت وستاتهم حاسبوهم بطريقتك دي مش هيبقى في ولا بيت عمران. عايزاني اعمل ايه يا طنط؟ اتعامل عادي ولا كأن حصل حاجه؟ انا ما قلتش كده. خذي راحتك على الاخر. والحل عندي. اللي هو ايه الحل؟
اللي هتعرفي بيه تتمسكي بجوزك وابنك وبيتك، وانه لازم يبقى خاتم في صباعك. الراجل ده اتجنن. ما يمكن مراته فتحتك في الموضوع وهو ما يعرفش اصلا. ما يعرفش ايه؟ ده عذر اقبح من ذنب. بصراحه انا ما كنتش متخيله انك انت ممكن تدافع عنه. انا بس بحاول افكر بالعقل. بالعقل؟ والعقل بقى بيقول ايه يا عاقل؟ ابنه ما طالش اختك، امك موجوده؟ والله دي حاجه تخصك، انا ماليش دعوه. والله وانت مش شايفها محرجه شويه يعني ان بعد ابوك تجوزني للراجل اللي انت عايز تشاركه؟ بص يا ماما، حقك توافقي وحقك ترفضي، ما تدخلينيش انا بقى. تصدق مرات بحس انك انت مش ابني اللي انا ربيته. او جبتيني من على الملجأ زي ما كنت بتقولي الولاء زمان. ان ما وريتك لم. هتطولي عند باباكي؟ يومين كده بس لحد ما اطمن على نهال. معرفتيش مدحت طلق منى ولا لسه؟ لا يا عمرو معرفش. طيب يلا روحي الطبيعي بتاعك، ايش هتقصر العمر. باظت خالص ها؟ لا يا جماعه بجد انتوا كنتوا محتاجين تبقوا معايا وتشوفوا منظرها. يا حرام كانت عامله ازاي، او اللي انا عملته. انا كان نفسي اصور لك. ثابت عليا والله العظيم. ما يصعبش عليكي غالي، على الله تعمد وتبعد عني. ما خلاص بقى يا بيبو عرفنا الحل، معانا نجمه الاوسكار اهو. صح. لا انا اول مره خليتك تجرب كده فور فري علشان تطمن، بس بعد كده كله بحساب. هتاخدي مني فلوس؟ لا انا ما باخدش فلوس. صاحبتي حبيبتي انا فخوره بيكي جدا جدا. ما شاء الله ما شاء الله. طب ايه، نروح نلحق مشوار خاله لازم اوصله الدكتور؟ لو ما وراكيش حاجه انا ممكن اوصلك. طيب ماشي، روحي انت ياسمين. طيب اوكي ماشي، همشي انا بقى. باي باي. ده خالك ده اللي ما بيحبش الكشري. ايوه هو، سلم لك عليه. باي باي. باي باي. بنت جدعه جدا. قوي قوي، بس انت مش فاهم قصتها قد ايه حزينه. وهي صغيره ابوهم امها ماتوا في حادثه، وخالها بقى اللي خدها ورباها هي ومراته عشان مش بيخلفوا. طب شوفي الجمال، عايشه ماساه ومع ذلك بتضحك طول الوقت، بتفكرني بنفسي. ماساه ايه بس وانت رايح تقابل فاتنه المطار؟ اوبا، غير بتاعه المركب والنيل. الله اكبر عليك يا بيبو. طب ما تحكي لي. احكي لها والنبي. بصي بقى يا حبيبتي، انا عايزاكي تاكلي كل انواع الاكل. العيل اللي في بطنك ده ملوش ذنب، فاهمه ولا لا؟ ربنا يهدي سركم. قادر يا كريم، النبي منكدين عليا، لما تعوزوا حاجه ابقوا نادوني. خدي بالك من نفسك يا حبيبتي. انا عارف ان انا مهما قلت مش كفايه، بس صدقيني انت دخلتي وانا كنت برمي عليها اليمين. صحيح، كتر خيرك والله. لا لا مدمن، انت اكيد حاسه بده صح. مش قادره احس باي حاجه غير بالكسره والخذلان. مش قادره احس غير اني مش كفايه. طب ما تقوليش كده. على فكره انا اتفقت مع منتصر ان انا ابعت لك العربيه بالسواق تجيبك لحد هنا، عشان ده بيتك وبيت ابنك، ما ينفعش تسيبيه. ازاي ما فكرتش في كل ده وانت نايم في حضن صاحبتي من ورا ظهري؟ غلط، وهو مين في الدنيا دي يعني ما بيغلطش؟ غلط على غلطه تفرق يا مدحت. انساها ازاي دي؟ اعديها ازاي؟ هو انت عرفت منين ان انا كنت عند منى؟ مين اللي قال لك ان احنا اتجوزنا؟ جالي تليفون من نمره ما اعرفهاش. ده اللي همك بجد؟ ده اللي هممني عشان نفضل عيله واحده، وعشان انا متاكد ان عمرو ابو الهنا هو اللي مخطط لكل ده، نفسه يكسرني. يبقى انت اللي اديته الفرصه. طب ساعديني اقف جنبي. وانا مين يساعدني ويقف جنبي؟ عشان خاطري يا مدحت سيبني امشي. ابوس ايدك، انا مش قادره. ماشي نوصلك العربيه، بس كلامنا لسه ما خلصش. اجري بسرعه يا بنت، شيلينا الشنطه دي، بطنها مليان. استر يا رب. هنعمل ايه في الوقت يا رب؟ يا رب احنا مش حمل خرب بيوتي يا رب.